الراجل ده بيدوس تحت على فكره، احنا عايزين نصور الدكتور يعني برضه مع الراجل ده بيدوس كتير قوي. بصوا يا جماعه، تراكيوسمي اهم موضوع في اللام، اهم موضوع في اللام على دكاتره. طبعا مش هشرحه لان الوقت خلاص انتهى علشان دلعكم وعلشان الكهرباء اللي قطعت، بس كان ممكن نقلل الريست للربع يعني. فالتراكيوسمي اهم موضوع في اللاركس. لما يجي لك سؤال تراكيوسمي لو سمحت اكتب الانديكيشن كفر ايروب استراكشن سترايد، وفكر الاسباب السترايدر لور ايروب استراكشن، ودي من الاسباب اللي عندك. وبرضه في نظر اوبريشن لا الكتف اللي هو انت مش مسلوب في الوقت يعني الكشن معايا تمام. اكتر سؤال جه في اللاركس نظري اسم انديكيشن وكومبليكيشن تراكيوسمي، انديكيشن وكومبليكيشن تراكيوسمي. كل كلمه في التراكيوسمي دي ما عدا التكنيك شفوي معايا. الحمد لله. الفاليو اوف تراكيوستومي علشان تو باي باس علشان تشيكيشن خلاص. الحقيقه علشان تقلل الديد سبيس وعلشان تديله هرمون من الفايبرز. الديد سبيس يا جماعه سؤال ام سي كيو اللي جاب، الديد سبيس 150 سي سي في القدم اللي هو من النوز للترم. اقعدوا ورا يا جماعه، اقعدوا ورا مكانكم من النوز لغايه التيرمينال برونكيولز معايا. انا لما بعمل تراكيوستومي هنا لغيت 75 سي سي من فوق. انواع التراكيوستومي هاي تحت الكريكويد في الفيرست والسكند تراكيال رينج، سيئه تعور الكريكويد ستينوزس. لو في 5 و6 تراكيال رينج تحت الثيرويد اسمس، سيئه تعور الايبكس اوف ذا بلورا نيوموثوركس معايا. وميد ورا الثيرويد اسمس في 3 و4 تراكيال رينج دي الاوبريشن اوف تشويس. مش هقدر اشرح التكنيك طبعا ولا هقدر اوريكم الفيديو بتاعها. البوست اوبريتيف كير ده مفيش وقت، هعمل ايه؟ ما انتوا يعني لازم نصلي الجمعه. البوست اوبريتيف كير لو سمحتوا، البوست اوبريتيف كير الاكس دي بيجي امتحان الشفوي وبيسال السؤال ده وبيسال السؤال ده بالعربي وبالانجليزيه. بقول لك طالب يقول له بعد التراكيوسكو بتعمل ايه لعيان اللي هو البوست اوبريتيف كير تمام؟ خلاص؟ هو معظم الناس بيسالها بالعربي كده اللي هو البوست اوبريتيف كير، وده سؤال مهم. الكومبليكيشنز تاني اهم سؤال في اللابس، اول اهم سؤال انديكيشن اوف تراكيوسكو، تاني اهم سؤال على كومبليكيشن اوف تراكيوسكو. وعلى فكره الليفرج هي بتاع الليفرج برايمري اكشنري سكندري خلاص؟ يبقى دي كومبليكيشن. انا قلت الانديكيشن اوف تراكيوستومي ثلاثه، قلت منهم اثنين وانا بتكلم. قلت اللارينجوسكليروما علشان ما افتحش فيها، قلت المالتوبابليماتوزس علشان برضه ما افتحش فيها، والسب جروث الكانسر. ايه تفتح في الكانسر؟ ينتشر. التايبس اوف تراكيوستومي تيوب بتيجي في الصور، بتيجي في الصور. تايبس اوف تراكيوستومي تيوب دي بلاستيك سايلاستيك ودي ميتاليك. دي بكفة اهي، دي من غير كف مثلا، ودي من غير كف، دي بالونه هي كف تمام. دي بسبيكنج فالف بيركب هنا، دي من غير سبيكنج فالف ودي من غير سبيكنج فالف. في واحده سنجلايه وفي واحده دبل دي بتدخل سنين. لارنجوستوما او كريكوثيرادوتوم اللي اتعملت في فيلم الاناكوندا على المركب بيفتح في الكريكوثيرود ممبرين. انا ممكن اعملها لاي حد قاعد دلوقتي الدوفري سهله جدا. مين اللي بيعملها؟ لو مفيش اوضه عمليات او مفيش اكسبيرينس ما بعرفش اعمل تراكيوستومي، بيتعمل مؤقتا لغايه ما يتنقل للمستشفى ويعملوا له تراكيوستومي تمام. دي اسمها لارينجوستومي، اسمها كريكوثيرادوتومي، اسمها لارينجو فيشر خلاص. لارينجو فيشر انا اسف، لارينجوتومي لارينجوتومي لارينجوستومي كريكوثيرادوتومي. اللارينجو فيشر حاجه ثانيه بفتح من هنا. اللارينجو فيشر كفايه قوي تعرف اثنين او ثلاثه انديكيشن، بفتح اللارينجس من النص. دايركت لارينجوسكوبي سؤال مهم وتوقعناه. جالي راوند الكام؟ سؤال مهم انت كنت فيها كريم جاوبته وكتبت فيه المايكرو لارينجو سيرجري. طيب ده سؤال مهم، دايركت لارينجوسكوبي. هل رايح اعمل منظار النهارده دايجنوستيك او ثيرابيوتيك؟ علوم لو كتبت دول كفايه على فكره، كفايه كفايه جدا.
لو حطيت عليه ميكروسكوب مايكرو رينجوسكوبي او جربت عمليه مايكرو رينجوسكوبي معايا الفليكسبل لارينجوسكوبي ده يهمك في الصور هتشوفوها في الصور يا ولاد يا ولاد سؤال الليزر هو المايكرو رينجوسكوبي يا دكتور مين سؤال الليزر هو المايكرو رينجوسكوبي هو دايركت لارينجوسكوبي ما هو المايكرو رينجوسكوبي بيتعمل بالدايركت لارينجوسكوبي تمام وبالتالي الليرمية يا جماعة حاجتين ما يتنسوش عنهم في الليزر لو قال لك استخدامات الليزر في مين فيه لا تنسى سوري وسيط ابني لو تمام ده في الفاس ولا تنسى في اللارينكس الاريتريديكتومي زي الاورال سبيستيرو كوربيكتومي واللارينجوسكليروما معايا هو ده المايكرو رينجوسكليروما يا ولاد هو ده اللي بيتعمل بالدايركت لارينجوسكليروما معايا نيجي بقى للكويز غير الفينيتات دكتور طبعا انا ما اقدرش اشرح هنديتين علشان كنت اتاخرت طب ايه ميكس ويلينج ايه ميكس ويلينج فونياتريكس عليك لو عايزين تسالوني عن الحاجات اللي تهمك الفونياتريكس عليك لك اكمل ولا بلاش محمود وبعدين يا محمود يتقعد ميكس ويلينج طيب ايه المكان فوق مكان تاني خلاص اشكر بصوا يا اولاد الدكتور بيسأل الفونياتريك كل كلمة من الجلدة للجلدة في كتابتي يقول له رايس اسم فور ولكن اسألني هل هو كومن اللي يجيبها؟ ايه السؤال اللي يتسأل كده؟ فالفونياتريكس لو جاي يجيبها يجيب هورسز كورس اوف هورسز تبع الفونياتريكس اه ده احنا خدناها هيقول لك سؤال ام سي كيو الرينولاليا ابيرتا بتحصل فين؟ في ديزيز اسمه ايه؟ ليفت بلد في ليفت بلد شطورة الرينولاليا بلوزا في ميزا اوبستراكشن الهود بوتوتو فويس السوبرا جروثيك واتيفر ايه؟ تونسيلر هايبرتروفي ايبوبلوكتايتس فوق الكورد المهم الاتساب فوق الكورد يبقى نقول تاني لو اتساب فوق الكورد هو البوتوتو فويس لو اتساب في النوز هينولانيا شوما هايبونيزاليس لو مفتوح زي العامل زوم هينولانيا بانثا معايا الكلام ده قلناه هو ده ريزونانس هو ده الكلام طب والنيك سويلنج اول صفحه في النيك سويلنج مهمه وجاب الراوند اللي فات اعتقد ممكن الصحه يعني مش كده من اللي جاب في الراوند اللي فات دكتوره ايه اللي بتتكلم من الصبح تصدق الدكتور ده هو عمره ما اتكلم وكان قاعد هنا نايم والله كان نايم وما بيفتح بقه تصدق كان مكتوم على الخطه ونايم عين لغايه الرجل يا ولاد الدكتور بيسالني النيك سويلنج جاوبت السؤال بتاع النيك سويلنج الام سي كيو اللي جالك بتالت بتالتك انت كده بحل الامر طبعا السؤال ان سي كيو جاي نيك سويرنج قلت لكم دوره ايه في نيك سويرنج اول صفحه وبقول لكم دلوقتي دوره كويس قوي اول صفحه الحاجات اللي مهمه نظري لو عايزين تعرفوها الحاجات اللي بتاعه زي ايه ماشي اجروها من اي حد بقى معاه اهي مين معاه بس ما تكتبش على النت والنبي ارجوك حاضر الدكتور مينا معاه هي نفس حاجات الراوند دي الحاجات المهمه اللي لايبل النتيجه معايا يا ولاد لو عايزين اقولها ممكن اقولها لو خلصت يا حبذا يا حبذا يا حبذا نقول بقى الكيس علشان انا نفسي بقى خمس دقايق اتكلم عن الامتحان نفسي قبل الصلاه بص بقى يا جماعه محدش يتكلم بقى خالص A 6 months old boy 6 شهور ولد بيبي 6 شهور جايب difficulty of breathing الكونديشن دي بتزيد بالكومن كول يعني السترايدو بتزيد بالكومن كول and the with the patient lying on his back لما ينام على الباك تمام and the improves on lying prone لما ينام على بطنه examination show normal nose مفيش حاجه في النوز يا دكتور وعندنا بقى and the curly locks كيرلي كيرلي معايا لايكو ماليشيا تمام كده المانجمنت بتاع لايكو ماليشيا اظن سهله وعلشان كمان كنت مش كده تضحك انك ما عرفتهاش عرفتها طيب هي دي الدكتوره بتاع الصور هي دي صوره اللايكو ماليشيا سهله قوي معايا صوره تافهه وموجوده على النت A 2-year-old child presented with difficulty of breathing. حالة بجد كما هي. حالة بجد. Presented with difficulty of breathing. Examination showed verbal swelling. لا دي ما جاتش انا اسف.
الانترفيشن شوف بيربل سويلنج ان ذا رايت سايد اوف ذا نيك. بيربل سويلنج هنا اهو تمام. نورمال نوز وسب جلوتيك بيربل ماس ايه سترايدر سب جلوتيك بيربل ماس. والله جدع والله شاطر كنت فاكرك خايف. هيمنجومه يا اولاد هو اللي عنده هيمنجومه وحمه في رجله مش ممكن يجي له وحمه في كتفه. عنده وحمه هنا اهو يجي له وحمه في اللانس ايه المشكله؟ مش دي الاكسسد اللي دي بس في حاجه اسمها هيمنجوماتا اللي يجي له هيمنجومه في حته يجي له في الثانيه ما هي دي وحمه معايا. فاذا دي هيمنجومه دي سبلوتيك دي سبلوتيك هيمنجومه والمانجمنت بتاع الهيمنجومه. شطوره يا واد يا مين ده بتشتم. بص يا ولاد حبيبي حبيبي الدكتور مينا ده والله A mother of a 3-year-old girl أم لبنوتة عندها 3 سنين reported that her child complained of severe attack of violent cough attack of violent cough and cyanosis while she was eating وهي بتاكل. The condition subsided but now she is complaining of dyspnea and woozy chest. Body inhalation. The management investigation what treatment? Investigation what treatment? يا ولاد السؤال ده جه كما هو. For body inhalation يعني. السؤال ده جه كما هو. أظن كلكم على طول. معايا؟ طيب. الموست بروبابل دايجنوزيس اكيوت لارنجايتس. ترتيب ديفرنشال دايجنوزيس اهو. طب بقول لك ايه؟ ما تقول لي ايه الفروقات لو سمحت. في الهيبروبايتس ديسفيجيا ودروفيجيا. وفي الاكيوت لارنجايتس سبيكترام برودكتيف كام. كلام سهل. اظن هي هي. A 2.5-year-old boy complained of respiratory stridor, productive cough, expectoration from running nose. أظن إذا تمين الحالة دي جت كما هي اللي عرف مذكرة الامتحانات ودي اللي أنا عايز أقعد معاكم خمس دقايق فيها في الآخر. لازم تقرا مذكرة الامتحانات قبل الامتحان لازم يهان. ولو كنت ذكي يا عزمة كان زمانك بتقرا كل جزء أنا خدته بعد كل حصة في المذكرة. ده يوفر عليك وقت كبير قوي يا اولاد. اسئلة الام اس كيو 50% من امتحان الام اس كيو بتتكرر. وفي حالات بروبلم سولفنج بتتكرر. معايا دكتورة منى؟ لازم تكونوا مذاكرين قبل مذاكرة الامتحانات بس اول ما ذاكرتيش الكتاب وتروح تذاكر مذاكرة الامتحان وتقولي بس. لا ما تضمنلكيش كده. يعني لو اتزنقت لا ذاكر المنهج احسن. اتنين تيتشر 36 سنة كيم ويز هورسز وبويز. انا هيدوك السؤال ده. تيتشر The condition started 2 months ago with stationary course. ما بتخافش. She tried medical treatment but it wasn't helpful. ايوه Singer's Moon. Singer's Moon. Differential diagnosis. Chronic hypertrophic laryngitis. مبلومة صعبة في 36 سنة وما قالكش اسمه. لا لا لا. كرونيك لو قلتها في الاخر ماشي لكن هي بابلومة اسمها بوليب. وكرونيك هيبرتروفيك لارنجايتس من كلام معايا. ابيز فويس ديسكرايب ذا ليجن اصل ده كلام نظري بقى ريفيول معايا. المانجمنت اصل سهل. اشهر صوره جت في امتحان صور اللاب سينجر سنود. سهل يا ولاد سهل. ايه عبد الحكيم محتاج تصور دي سهله يا عبد الحكيم صور انت شايف من عندك. لو ما كنت شايف. طيب يا ولاد A 25-year-old man ركز ركز في الحالة دي دكتورة ميرنا لو سمحت. A 25-year-old man presented with bilateral lethal obstruction of 7 years duration. بقاله 7 سنين مناخيره مقفولة with difficulty of breathing of 6 months duration. حالة كررت تمام. نوز وبعدين لاكس. الديزيز الوحيد اللي خدها نوز ولاكس ايه؟ راينو لاريبوس. اوعى تقول لاريبو بس راينو لاريبوس كليوما. اكزامينيشن اوف ذيس نوز شوت بايلاترال ليزر ماسز اند ان دايركت اند دوت شوت سب بلوتيك ماس. خلاص الموضوع ده الديزيز الوحيد اللي خدها نوز ولاكس راينو لاريبوس كليوما. هتقول لي اتروفيك راينايتس عمل اتروفيك راينايتس اقول لك مش مهم. والمانجمنت انفستيجيشن وكده
a 28-year-old female presented with difficulty breathing with noise during the in and the expiration. تمام؟ female 28 سنة وعندها بايفيس استرايبل. The condition started 3 months of gradual onset, slowly progressive course. The patient was not a smoker, but she gave history of bilateral nasal obstruction of 10 years duration. Nasal examination showed bilateral. سهلة؟ المانجمنت انفستيجيشن وتريتمنت. 48 سنة بيشتكي من difficulty breathing of 3 months duration. أنا عايزك النصائح اللي أنا عايز أقولها لك في الآخر هي دي: تعلم تحت السن، تعلم تحت الذكر، تعلم تحت السيمبوم، تعلم لو تاك سايد، تعلم كده بالقلم والرصاص وتتخيل الحالة لنفسك معايا في الامتحان، عينة كذا وكذا وكذا تساوي كذا، فاهم؟ ماشي؟ طيب وبرضه برجع أقول لك الدكتور اللي بيحط لك امتحان دي تكون أنت تعرف الحالة. اوعى تفتكر ان هو حاطط لك لغز مش عايز يديك درجه، بالعكس ده هو يتمنى ان كل الدفعه تجاوبها. كل ما الدفعه كلها جاوبتها يبقى هو بيتمدح فيه الامتحان احسن. الدكتور بيحط امتحان لوجيك، فما ما وانت في لينيا بقى ما تعملش كده. لا اهو الدكتور اصله دايركت معايا، واحده عملت بايرجكتور وجالها سترايبر، خلاص الموضوع انتهى معايا يا اولاد. واحد عنده فورسلايتس وجاله ثرومينج بين ويسخن، خلاص الموضوع انتهى معايا يا ولاد. تمام. فالعائلة دي 48 سنة بتشتكي بديفكالت اوف بريدنج اوف 3 مانث دوريشن. هي جيب لونج هيستوري اوف كاف اند اكسبكتوريشن ويتش از سام تايمز بلاند ان دايركت لارنجوسكو بيشوت بيج جرانيوليشن ان دايركت ارتري ليجن تي بي لارنجايت شطورة. عطوني ساكت. تمام. ليه بيز دول ايه؟ بالمرة دي انتر اريتينويد مش كده، بالمرة دي بي كذا وكذا وانتر اريتينويد. والمانجمنت على فكره المانجمنت هتقول برضه بايوبسي وسبيوتوم اناليسيس بتاع التي بي، فاهمين؟ بتاع التي بي وشيست اكس راي. الحاله دي جت كما هي، الحاله دي جت كما هي اللي اعرف منكم مذكره الامتحانات. دكتور محمد a 55 year old man chronic heavy smoker presented with worsening of voice for 4 weeks duration بقاله 4 اسابيع. The condition was progressive in spite of medical treatment. بيزيد بالرغم انه بياخد علاج. There is no history of voice abuse. كانسر لانجز ولا كل جروبتك ولا صوبرا. ايه يا عم كانسر لانجز؟ خلاص كويس بس تعرفيه كانسر لانجز. تمام. ما انت عارفها قدامه في الامتحان بتروح تضربكم. كانسر لانج ايه ديفرنشال دايجنوستس؟ ليوكوبينيا بابلوما كيراتوز. والله الواد ده ذكي، انا كنت فاهم غلط. كل ده صح، مفيش فويس ابيوز معايا. ممكن كرونيك هايبرتروفيك لارنجايت سام تايمز تيجي من السموك لو قلتها، لكن سينجر زلوت وورد لا معايا، مفيش فويس ابيوز. كفايه قوي لو قلت ليوكوبينيا، تخيل كفايه عليا قوي، اتبسط قوي معايا. المانجمنت انفستيجيشن وتريتمنت. ايه اهم انفستيجيشن في الكانسر لاجز؟ دايركت لاريكوسكوب وبايوبسي. صح. وهو دي صوره الكانسر لاجز يا محمد اهي، بروتيك كارسينوما بروتيك كونستيريا تروكوميشر. دي سوبر بلوتوك سوبر بلوتوك، كفايه قوي لو قلت كانسر لاجز معاك. وعلى فكره لما بيجيب الصور المبهمه دي على فكره في كارتون سينما اهو، سينما اهو بيقول لك كلمتين عليهم، يقول لك العيان ده عنده كذا سنه وبيدخن مثلا، خلاص حتى لو ما بصيتش للصوره انت عرفتها. احنا ما قلناش ليه انها بوكل كورد كانسر بروتوجينيك كارسينوما. انا قلت الليفت كورد موبايل، انا قلت كده محمد ما يبقاش اكسنتريك يا جماعه. والله الدكتور اللي بيحط الامتحان ما يقصد يسقطكم، ده هو عايز الموضوع يبقى دايركت كذا يساوي كذا، كذا يساوي كذا، فاهمين الكلام؟ طيب. A female patient was subjected to neck surgery to remove a benign midline neck swelling. And at the end of the operation, she felt difficulty in respiration that needed tracheostomy. Bilateral recurrent laryngeal nerve injury عملت bilateral vocal cord paralysis. مش كده؟ ايه الاميديت مانجمنت؟ ريكسبلوريشن مش كده؟
اهو وات ار ذا سيرفر مانجمنت، يكتب لي كل بقى التريتمنت بتاع الفايلات بتاع البوكر كورد ده. الحاله دي لذيذه قوي، ما جاتش يا دكتور محمد سعد. Identify year old woman complained of long history of goiter. حلو، احنا علينا بجويتر في نيكس ويلم، عائلة عندها جويتر. فيرديكتومي was done one month ago. ولاد انا اسف ان انا ما شرحتش التراكيوستومي ديتيلز، لكن لازم تتقرا التراكيوستومي، لازم تتقرا. اه ده خير نومي باترا. انا بس علشان ما الوقت، علشان صلاه الجمعه، علشان تتاخرت في الرسم. بص، عملت فيرديكتومي من حوالي شهر. Now she is complaining of hoarseness of voice that started immediately after the operation. What are the further management of unilateral? الحالة دي جات كما هي، معايا راجل عنده 54 سنة جاي له hoarseness of voice for the last 3 weeks، بقى له 3 أسابيع عنده hoarseness وأولد ومين ما تغلطش. The condition was stationary in spite of medical treatment. ما بيتحسنش. And diet and endoscopy revealed paralyzed left vocal cord. Paralyzed left، ما قالش لماس ولا حاجة. تمام؟ They remained otolaryngological examination. Otolaryngology يعني إيه؟ The remainder بتاع otolaryngological examination was normal، يعني ما عندوش ماسك. He gave no history of trauma nor operation prior to the onset of horses. How does a paralyzed cord appear on examination? كادابيريك، هي بتشتري عظمة، بروكوجينيك كارسينوما، ليفت كورد، يبقى كادابيريك هي بتشيل الفيجاس ولا ريكارنت؟ قولوا يا ولاد، ريكارنت، يبقى أنهي بوزيشن؟ باراميديا. فايز ستيل أكتنج؟ كريكوثيرويد، مش كده ولا إيه؟ باراميديا. بص، إزاي paralyzed cord appear in paramedia position؟ Bowing and atelolipid. Bowing الأول لأنه تشال. And atelolipid. لكن هو position إيه؟ باراميديا. أهم كلمة باراميديا. What are the possible causes in this particular case? Bronchogenic carcinoma number one, idiopathic number two. معايا؟ لأن ده left cord. Number one. مش هو الليفت اللي بيدخل الشيست ولا الرايت؟ خلاص؟ ماليش دعوة، الليفت كورد قانون عام يا ولاد، أي واحد حتى لو صغير في السن عنده ليفت كورد باراليسيس أنا هعتبره بنكوجين كارسينوما أكتبر أوت أذروايز. الراجل صاحب المحل التحتية في العمارة تحت عيادتي، أه والله القصة ده حقيقي، طلع لي من حوالي 5 6 7 شهور مش فاكر، عنده ليفت كورد باراليسيس وهو شاب صغير عمره ما دخل، ده بالعكس، ده راجل دقن وبتاع وعمره ما دخل. اول ما دخلت بعمل له دايركت ريكورد لقيت ليفت كورد، بعت له طول الريلي سي تي ان ذا سيم داي، وهستناك وهتاخر في العياده لغايه ما تجيلي، وكلمت له بتاع الاشعه استناني طلع فري. لغيت الاهم لان خفت عليه، نمبر 1 لغيت الاهم، قول لي ايدوباتيك. فاهمين الكلام؟ البرايورتي تروح لمين؟ علشان ما تفقدش عيانه، انت ممكن تفقد عيانه في حركه زي دي. معايا يا ولاد ولا لا؟ ده هو عايز تقولي مستنيك تقولي بروكوجين كارسينوم علشان ليه؟ How to know the definite cause in investigation? CT, thyroid scan, ممكن سوليتر الثيرويد والديون ضغطت على حته مش عارف ايه، انت فاهم؟ فاريوم سوال، يمكن كانسر او ضغط، ده كده هيتقال كله، تمام؟ و باك اندوسكوبي. A 50 year old man was a victim to car accident. تعرض لحادثة عربية. He was admitted in coma in the ICU for three weeks. The wire artificial ventilation was used. كاتب الموبايل. أنا ممكن أقول لك خد دلوقتي. أكسره؟ أنا من حق أكسره. لأن قلت دماغك ما تفرش. أنا ما بحبش الدلع، أنا بحبه خالص ما بحبش الدلع. تمام؟ artificial ventilation. Now she becomes fully conscious ولكن بيشتكي من difficulty of breathing مع noisy sound during the in and expiration. ايه الحاله دي؟ اللي هو اسمه ايه؟ subgroth stenosis caused by
from the cut endotracheal intubation, intubation diagnosis. Intubation granuloma. The tube, intubation granuloma. How to avoid? تعبني قوي في الكلمه دي. 10 days. بصوا يا ولاد، لو واحد ما حكوش في رعايه مركزه، افتكروا شارون بتاع اسرائيل. شارون كان عنده سيريبرو باسكولار ستروك، دخل في كوما على 10 يوم بالظبط. لو جبت السياسه سنه 2006 عملوا له تراكيوستوم، على حد ما انا فاكر 2006، تمام؟ فاذا اي واحد كوماتوز في رعايه مركزه، التيوب هتطول معاه، الكاب دي هتعمل ستينوزس. اذا الحقوا على 10 يوم وعملوا له تراكيوستوم وشيلوا الانبوبه، خلاص؟ يبقى انت كده بعدت عن الستينوزس. ولو هتستخدم انبوبه تبقى لو بريشر كاف، ده نمبر 2. يبقى تراكيوستوم ان ذا 10th day لو بريشر كاف، دي حاجه. الحاجه الثالثه والمهمه ان ديفليت ذا كاف افري ناو اند ذن. يعني البالونه المنفوخه دي كل ساعتين اهويها نص ساعه، كل ساعتين اديفليت نص ساعه، معايا؟ خلاص؟ يبقى هاو تو افويد ذيس كومبليكيشن. اقول a 5-year-old child جايب ميد لاين نيك سويلنج. دكتوره ايه؟ ميد لاين نيك سويلنج امتحان الام سي كيو بتاعكم. which was cystic بيموف اب اند داون مع ديبريتيشن اند بروتروجن اوف ذا تانك. يبقى ده ايه؟ السويلنج الوحيد اللي عليك اللي يموف مع البروتروجن اوف ذا تانك فايبر بلوس سكسس. تمام؟ مهم قوي انك تقرا اول صفحه من النيك سويلنج. معايا؟ الديفرنشال دياجنوست بتاع الاذر ميد لاين نيك سويلنج المانجمنت بتاع الثيرد بروسس دي سورس ثيرد بروسس اللي جت قبل كده في المحاضره السابقه. طفل وعنده ميد لاين نيك سويلنج. طفل وعنده ميد لاين نيك سويلنج. خلاص؟ يبقى ده الثيرد بروسس. الاوبريشن اسمها سيست ترانك اوبريشن. بشيل السيست، بشيل الميدل بارت اوف ثيرد بون، بشيل التراك لغايه الفيس اوف ذا تانج، بشيل حته من الفيس اوف ذا تانج لان اسمه ثيرد بروسس وصل للتانج. معايا؟ ده سيست ترانك اوبريشن. طبعا انت مع ديستر بريزنج بتكون بروف ان برون والبيرسون ان سوفايف مع كولابس اوف ذا لارينج لارينجو ماليش، كلام سهل. دكتور سادن اتاك اوف كافينج تشوكينج ديزني او سانوس ديورينج فيدينج ان تشايلد، كلام سهل. معايا؟ تشايلد مع رانينج نوز، خلي بالك الكلمه دي اللي جت كتير قوي. رانينج نوز مع فيبر مع ديستر بريزنج دي اكيوت لارينجايتس، الميكروفايس لارينجو تاكو بروفايس وولت ستاري بينهم. Horses of voice. تمام؟ مع voice abuse. يعني قال لك teacher، قال لك singer، يبقى دي singer's room. طالما قال voice abuse number one singer's room. طب ما البول كده يا دكتور؟ لا، number one singer's room. معايا؟ differential diagnosis bullet او chronic hypertrophic laryngitis. اي حاجه نوز ولارينج اظن الكلام سهل. الحاجه الوحيده. معايا؟ smoker male وhorseless cancer larynx. لا قال لي lift cord ولا قال لي حاجه. يبقى كانسر لاب. وما تقوليش حتى بالديفرنشال ديجنوس برونكوجينيك كارسينوما، ما تشطحش طالما ما قالكش ليفت كورد بارالايز. سموكر ميل مع هورسنس مع ليفت كورد بارالايز، وممكن حتى ما يقولوش سموكر. تمام؟ يبقى برونكوجينيك كانسر. نيك اوبريشن فولد باي هورسنس يبقى يونيلاترال كورد بارالايز. دايناميك اوبريشن وسترايبر اهي بايلاترال. خلاص؟ سترايبر افتر ادمشن ان ذا اي سي يو سب بروتيك ستيوزس. طبعا كورس بالتوب اللي كانت محطوطه له. اي واحد في العالم مركزه بيتحط له انبوبه على تنفس صناعي. معايا؟ تشايلد مع ميد باي ميكس ويلنج بيموف مع البرتروجن اوف ذا تانك فاير بلوس سكسس، الوحيد اللي يموف مع البرتروجن اوف ذا تانك. الفيميل مع ميد باي ميكس ويلنج بيموف ويز دوبليتيشن، مش شرط البرتروجن اوف ذا تانك، دي حاله جويتر عاديه. معايا؟ ممكن يقول لك عندها بوسس ممكن لا، ممكن الجويتر تدوس على ريكارد ممكن لا. معايا؟ قلت لك اقرا اول صفحه من النيك سويلنج ديفرنشال ميد لاين ولاترال نيك سويلنج، ده مهم قوي. خلاص كده يا ولاد؟ انا خلصت عشان نلحق صلاه الجمعه. طيب الخمس دقايق اللي كنا نقعدهم ممكن اقول لكم خمس دقايق بسرعه، بس انا اتضايقت بصراحه. يعني على اخر يوم واحد يجي يضايقني صعب قوي قوي. يعني انا سمحت لكم تسجلوا، تقوم تصور تصورني انا. نور يا دكتوره رام، بصوا يا جماعه، الامتحان مقسم الى ثلاث اجزاء.
بسرعة كده، الامتحان مقسم إلى ثلاث أجزاء، جزء problem solving اللي هو اللي بتسموه كيس، جزء إيسي، والإيسي بتيجي شورت، أنت بتقول الوقت قليل، أنت اللي بتحس إن الوقت قليل لأنك بتزود على اللي الدكتور عايزه، معايا؟ خليك تو ذا بوينت، وبعدين إم سي كيو، تبتدي بألف، في الامتحان أرجوك في نصيحة، الكتاب ده معمول بطريقة الفوتوغرافي الأولى، تمام؟ الصور كتير قوي، مش علشان نخلي شكل الكتاب حلو، لا علشان تذكرك في الامتحان يبقى حلو. فإذا الصفحة دي أنا فاكر إن كان فيها المنظر ده في موضوع كذا وكان مكتوب جنبها كذا، دي اسمها فوتوغرافيك مومنت. حتى واحنا في امتحان الدكتوراه والماجستير كنا بنعمل كده. أنا فاكر الصفحة بشكلها. الصفحة فيها صور كتير، كل صفحة لو كان كل صفحات شبه بعض مش هتفتكر. وبالتالي نصيحتك بالنسبة للفوتوغرافيك مومنت بعد ما تقرأ المنهج كله، يوم الامتحان الصبح أنا ممكن أفر الكتاب كله بساعة بدون قراءة بدون مذاكرة، مجرد أفتكر شكل الصفحة كده أهو. قبل الامتحان بساعة الصبح معايا أقعد أفر كده، دي توينة الأتريزيا كان كذا، دي مش عارف إيه كان كذا، وبحفظ شكل الصور. علشان كده ده اسمها فوتوغرافيك مومنت. علشان كده أول ما تستلم الورقة لو سمحت تحط في دماغك نمبر 1 الزمن ساعتين، وعمره هيبقى 3 ساعات، هو ساعتين يعني ما تفتكرش ممكن يزودوه نقصه هو تمام؟ ساعتين خلاص؟ هو ساعتين خلاص؟ فدلوقتي لو سمحت تقرا الورقة كلها، تقرا الورقة كلها مش دونت رش، السؤال ده عرفته أروح بجاوبه بروبلم سولفنج تسأل، لا يا حبيبي أنا رأيي أنت خدت الورقة، الورقة سيف فيها 5-6 أسئلة، اقرأ الورقة كلها، قريت البروبلم سولفنج وأنت بتقرا البروبلم سولفنج الحالة دي تمشي كذا، علمني كذا وكذا وكذا، تمشي كذا، اكتب الكذا ده بالرصاص معايا؟ اقرا السؤال اللي بعديها، السؤال اللي بعديها جه كلينيكال بيكشر انفستيجيشن تريتمنت اوف أكيوت ماسوكلايتس. أنا كنت بنسى حاجة في الأكيوت ماسوكلايتس، أنا لسه مراجع الكتاب كله فوتوغرافيك ميموري، أكتب الحاجة اللي أنا نسيها بسرعة جنبها بالرصاص اللي أنا بنساها معايا؟ يا إما تلخص الموضوع حتى لو حروف، يعني أنا كنت زمان بعمل كده. الموضوع بقى هياخد إيدك 5 دقايق، تلاقي الورقة كلها وإجابتها 5 دقايق بالظبط. علشان يا جماعة أنتوا في آخر الساعتين بيحصل منك الدراسة، فتيجي لآخر سؤال ويبقى أسوأ سؤال واللي قبليه سيء بدرجة أقل معايا؟ تمام. ما الورقة قدامي وأنا هجاوب بالرصاص مثلا في أكيوت ماسوكلايتس، أكتب مثلا كلينيكال بيكشر كان سيمتوم فيفر ومش عارف ايه، اكتب حرف واحد بس معايا، كان بين بوست ريكرال كان سويلنج معايا، طب والساينس مش عارف سويلنج، وهتكتب فين؟ اكتب حرف معايا. على فكره الحاجات دي ما بتاخدش دقيقه منك، بس انت اللي بتهيألك لانك لسه مراجع الكتاب. طيب بعد كده الانفستيجيشن سي تي مثلا وحتى وخلاص، التريتمنت لو كان في ايتم انت هتنساها اكتبها، مثلا مايرنجوتومي ان تشايلد، اكتب مايرنجوتومي ان تشايلد، ده في ورقه الاسئله كل ده تمام. بعد كده بتبتدي تجاوب بعد 5 دقائق، تبتدي تجاوب ات يور ايز، ما خلاص انا جاوبت في الورقه، فانا مش هتعب في تفكيري في اخر سؤال، ده انا مجرد هبص اللي انا كتبته وهفتكر معايا ولاد ولا لا. هي ده نصيحتي ليكم بالنسبه للورقه. اسئله الام سي كيو اجابه واحده اللي صح، الا اذا طلب غير كده، اجابه واحده اللي صح وطلب قبل كده مره في تاريخ الام سي كيو، لكن اذروايز اجابه واحده اللي صح. وتعود لو انت مذاكر كويس اول اجابه صح تيجي في مخك هي الاجابه الصح. يعني الامريكان بيعلموها لك كده في اليو اس ام اي في امتحان المعادله، اول اجابه تيجي في بالك هي الاجابه دي تمشي ولا لا، هي دي الاجابه الصح بشرط تكون ذاكر. ما هو لو انت مش مذاكر ممكن تقول على اي واحده. فاذا ده بالنسبه لي مش كيو، اجابه واحده اللي صح تمام كده. اذروايز انت هتقرا الليركس النهارده ان شاء الله، انا مش بطالبك بقرايه حاجه خالص تاني، الاي ان تي اتقرا قبل الامتحان تمام، طالما انت قريته معايا في الخمس ايام اللي فاتوا. انا اللي عايزه منك بس في الصور، يوم الخميس اللي هو امتحان الاي ان تي هنيجي يوم الخميس الساعة 1 الظهر بالظبط، بس واحدة معناها واحدة، ومفيش ريسك في النص معايا؟ الحصة بتاخد حوالي ساعة.
هتبقى إعادة. والله أعلم هيبقى في جمعة ولا لا، معرفش. لا، اللي يقدر مين اللي معاه سامسونج بلاك بيري زي ده.